إذن عن تطورات المشهد في النيجر مع دخول الولايات المتحدة بقوة على خط الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي الدكتور حسن سلمان. دكتور حسن، مرحبا بكم. زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند للعاصمة نيامي، وأيضا التقت بالمجلس العسكري، في أي خانة يمكن وضع هذه الزيارة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على إثر طبعا موضوع الانقلاب الحاصل في النيجر، كانت هنالك جملة من التحركات، بعضها تحركات إقليمية كما هي المجموعة الاقتصادية في غرب أفريقيا والإكواس، وكانت هنالك أيضا تحركات دولية تتعلق بالوجود الأمريكي عموما في غرب أفريقيا كذلك، وكذلك أيضا الاتحاد الأوروبي. كل هذه الجهات تحركت عموما لمحاولة التضييق على المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب في النيجر، وكانت المسارات متباينة ومختلفة. تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية كان خطابها هادئا ولم يكن خطابا تصعيديا، بالرغم من أنها أعلنت بصورة واضحة وصارمة أنها مع استعادة الشرعية والديمقراطية في النيجر، ولكنها يبدو أنها تركت موضوع العصا كما يقولون للمجموعة الإقليمية الأفريقية، وتركت لنفسها موضوع الجانب الدبلوماسي، وكأنما الإدارة الأمريكية لا تميل، والله أعلم، لا تميل حاليا إلى مسألة التصعيد العسكري أو التصعيد الذي يؤدي إلى حالة عسكرية في المنطقة ربما لا يكون التحكم فيها سهل في المنطقة. وبالتالي كان الهدف من هذه الزيارة هو محاولة تلمس الفرص المتاحة للوصول إلى تسوية سياسية مع المجلس العسكري، لكن عمليا يبدو لم يكن هنالك نقاط كبيرة تم الاتفاق عليها والتوافق عليها، بقدر ما كانت هنالك يبدو تطمينات من المجلس العسكري في أنهم قد لا يكونون بذاك الحماس في قضية التحالف أو الذهاب شرقا نحو روسيا. ويبدو هذه القضية تهم الولايات المتحدة بشكل كبير، يعني هي منذ البداية كانت تشير بأنه ليس هنالك تدخل روسي أو روسيا لم تكن متدخلة بشكل مباشر، فالتصريحات الأمريكية حقيقة منذ البداية كانت واضحة، إما أنها لا تريد أن تصطدم بشكل مباشر مع المجلس العسكري حتى لا يذهب بقوة نحو روسيا والصين شرقا، وفي نفس الوقت أيضا تعطيهم فرص وتعطيهم مساحات لأن يمكن أن تصل معهم إلى تسوية. دكتور حسن، الولايات المتحدة ومجموعة إيكواس يعني قرروا إعطاء فرصة أكبر للدبلوماسية بعد أن كانت طبعا مجموعة إيكواس قد أعلنت التدخل العسكري لإنهاء هذا الانقلاب، على أي أساس تم التنسيق بين أمريكا وإيكواس؟ ومجموعة الإيكواس المشكلة أنها تعجلت أولا في موضوع إعلان العقوبات بشكل مباشر، وكذلك تعجلت في تحديد فرصة، وخطابها أيضا التصعيدي الذي كان مصحوبا بالتهديد لم يكن موفقا في تقديري، وخاصة أنت أمام مجموعة من العسكريين ومجموعة من الضباط ومؤسسة في نهاية المطاف مؤسسة عسكرية تعبر عن سيادة دولة. الطريقة التي تعاملت بها مجموعة الإيكواس هذه كانت مستفزة حقيقة، جعلت هنالك تعاطف متعاظم على كل مع المجلس العسكري، ونظر إليها كثير من النيجريين بأن المسألة مسألة سيادة ومسألة مساس بالدولة النيجرية أكثر مما هي استعادة الديمقراطية. هذه واحدة من الإشكالات في تقديري. وبالتالي أيضا من الناحية العملية لوحظ بأن قضية الدخول في مواجهة مسلحة في هذه اللحظة قد لا تكون أيضا محسوبة بشكل دقيق، لأنك أنت في منطقة تتسم بالسيولة، تنتشر فيها كثير من الجماعات المسلحة في كثير من البلدان حتى التي الآن تريد أن
أن أن أن أو تحاصر الآن النيجر هي نفسها أيضا معرضة للكثير من المشكلات، وبالتالي يبدو أن فكرة التهديد والوعيد ومسألة تحديد الوقت للهجوم لم تكن مدروسة بشكل صحيح، وبالتالي المشهد عموما الآن كأنما يتجه إلى مزيد من الفرص لإعطاء يعني أو المزيد من الوقت لإعطاء مزيد من الفرص الدبلوماسية أكثر من قضية التهديد والوعيد العسكري. ولكن دكتور حسن، يعني هناك أمر ربما يثير القلق والجدل في نفس الوقت. الخارجية الفرنسية أعلنت اليوم بأن قوات فاغنر الروسية لم تتورط في الانقلاب في النيجر، ماذا يخفي هذا التصريح دكتور؟ هو على كل موضوع فاغنر يبدو يعني إما أنهم لا يريدون بصورة واضحة أن تتدخل روسيا تحديدا، لأنهم حاليا يخشى إذا كان دخلت روسيا على الخط بشكل واضح، نحن نعرف طبعا استراتيجية روسيا في المنطقة أنها تسمح لفاغنر أن تتدخل، فإذا حققت إنجازات فإن ذلك يكون الغنم للدولة الروسية، وإذا كان أخفقت ولم توفق فإن مسألة الغرم والخسائر تحملها هذه الشركة الخاصة. ويبدو الخطاب الآن الخطاب الفرنسي يتجه أيضا في أنها لا تريد أن تكون هنالك مواجهة مباشرة بينها وبين روسيا أو بينها وبين فاغنر على الأراضي النيجرية، وبالتالي محاولات التخفيف من قضية إن والله روسيا خلف هذا الانقلاب يبدو أنها لم تكن محل يعني أو لم تكن مقبولة أو لا يراد أن يسوق لها بهذا الاتجاه. وفي نفس الوقت ايضا يبدو هنالك احساس او ربما يكون هنالك ايضا بعض التقديرات تقول بان الصراع قد يكون امريكي فرنسي اكثر مما هو روسي فرنسي، يعني هذه ايضا يجب ان نضعها في الاعتبار. نلاحظ في الاونه الاخيره هنالك محاولات لتمدد امريكي في غرب افريقيا، لاحظنا هذا في شمال افريقيا ونلاحظه الان كذلك في غرب افريقيا، فأمريكا لا تريد أن تسمح للتمدد الروسي أو الصيني في الوقت الذي تلاحظ فيه تراجعا فرنسيا، أو فرنسا لم تعد قادرة على حماية مناطق نفوذها التاريخية. نعم. وبالتالي ربما أمريكا تتجه أيضا لملء هذه الفراغات. من إسطنبول الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي الدكتور حسن سلمان، شكرا جزيلا لكم.